معلومات عن المعيشة بمنطقة تامبا فلوريدا. معكم ماجدة شمس وكيلة عقارات منطقة تامبا. خليكم معي. تقع تامبا وسط فلوريدا وداير بها البحر من جهتين، من جهة الغرب ومن جهة الجنوب، وبتنقسم لثلاث مقاطعات اللي هم باسكو، هيلزبورو، وباينالوس. السكن متوسط سعر البيت حالياً بمنطقة تامبا هو 285,000 دولار، والإيجار وصل على 1,400 دولار شهرياً. ومثل ما شرحت بفيديو تاني، الدفعة الشهرية بيدخل فيها البروبرتي تاكسس، الهوم انشورنس، الفوائد والمبلغ الرئيسي اللي هو البرنسيبل، زائد إذا اشتريت بيت بمنطقة فلودين أو منطقة معرضة للفيضان فأنت بتزيد التأمين على الفيضان اللي بيوصل تقريباً على 500 دولار للسنة. غير أنه بفلوريدا في شيء معروف اسمه HOA Home Owner Association، جمعية ملاكي البيوت، يعني إذا بتملك بيت تدفع تقريباً 90 ل 100 دولار بالشهر، وإذا بتأجر تدفع أكثر بكتير توصل تقريباً ل 300 دولار بالشهر. تكاليف اليوتيليتيز كهرباء، لأنه جو فلوريدا صيفي غالب السنة فنحن بنشغل الاي سي أو المكيف كتير أوقات، وبيوصل تقريباً الفاتورة على 130 دولار بالشهر على حسب حجم البيت وعلى حسب حجم العائلة كمان. بس هيدا المبلغ مقارنة مع ولايات تانية بيضل بالمرتبة العادية. أوتو انشورنس أو التأمين على السيارة، فلوريدا واحدة من الولايات الأكثر غلاءً من ناحية الأوتو انشورنس أو التأمين على السيارة، وهذا بيرجع انه في كتير تهور بالسواقة اللي بيخلي انه تكون في حوادث سير. شخصيا بدفع 130 دولار شهريا تأمين السيارة. المناطق المناسبة للسكن بمدينة تامبا من ناحية المدارس، من ناحية الأمان، من ناحية تنوع السكان، ومن ناحية البيوت: ويست شيس، ديفيس آيلاند، هاربر آيلاند، ساوث تامبا، وسيفتي هاربر. هدول أماكن بتعتبر راقية وأسعار البيوت والسكن بيكون طالع شوي. بالنسبة للمناطق اللي بتكون بنفس المواصفات بس أسعار البيوت والسكن أقل بشوي هما ليثيا، نورثديل، ريفر فيو، ويسلي تشابل، نيو تامبا، أولدسمار، ولوتس. متوسط دخل الأسرة بمنطقة تامبا هو 88,000 دولار بالسنة تقريبا. نسبة البطالة بمدينة تامبا وصل على 5.2، وبهالمعدل فمدينة تامبا من أقل المدن بالولايات المتحدة من ناحية البطالة. ومجالات الشغل الأكثر طلبا بمدينة تامبا هم مجالات الطب والتمريض، مجالات المحاسبة، مجالات البناء والعقارات، ومجالات الخدمات، الفنادق والتنقل. والوظائف بأفضل الأجور بمدينة تامبا اللي بيوصل فيها الراتب السنوي أقل شيء 100,000 دولار.
Financial Managers مجال المحاسبة، Sales Managers مجال المبيعات، Pharmacist مجال الطب والأدوية، Computer and Information System مجال الإعلاميات. مدينة سان بيترسبورغ اللي هي واحدة من مناطق تامبا احتلت مؤخراً المرتبة الأولى بتصنيف أحسن مدينة بولاية فلوريدا من ناحية إيجاد الشغل. تامبا والترفيه، في كتير أماكن خصيصاً للتسلية بمنطقة تامبا، من حدائق، شواطئ، مسابح، متاحف وكتير أماكن للتسلية خصوصاً من طرف العائلات. رح خصص لها فيديو بالأيام الجاية عشان أتكلم عنها. أتمنى أكون فتكم بهالفيديو. إذا حابين تشوفوا أسعار البيوت بمنطقة تامبا شوفوا هالموقع، وإذا حابين تراسلوني كمان ممكن تراسلوني بهالموقع أو تركولي تعليق. كون سعيدة إنه جاوب على استفساراتكم. كان معكم ماجدة شمس، وكيلة عقارات منطقة تامبا. نشوفكم بالفيديو الجاي.